والله على ما اقول شيء يا اخوان، يا اخوان هذا ضعف ايماني يا اخوان، ضعف ايماني يا اخوان. الله سبحانه وش يقول؟ الله سبحانه وش يقول؟ انت تدري وش علاجه؟ لسن تو مي، اسمعني، لا لا بعطيك الايه بس هذه يا اخوان، انا لي وجهه نظري. ما يفهم يا اخوان، يا اخوان طيب خليني بعطيك الايه. ست شهور عمره دخل عليه عمه فيه ولا في الام؟ عمره ست شهور دخل عليه عمه قال ما شاء الله والخد... ما ذكر الله قال له خدود والسمنه هذه وش هي؟ قسم بالله اسبوعين بالعنايه على تنفس صناعي ولا مدري ومن لين بعد الله اعرض عن ذكري فله معيشه ضنكا. تدري ان الولد الحين حتى وجه مايل كان كذا على جنب. انا اقول ابو رباح تدري وش علاجه؟ انهم يكفنونه ويصلون عليه صلاه الميت. صحيح روح لأمي. هذا العلاج. صحيح انا من الوهق. انا اللي بقول، انا اللي بقول شوف كل شيء الله كاتبه. يقوم وانا واقف. كل شيء الله معي يا ابو بخيت. اقول كل شيء الله كاتبه. كل شيء مكتوب. ولكن فيه ايات وفيه كتب من الله سبحانه. ايش تقول لك؟ يعني فيه الان القران الكريم ترى فيه كل شيء. اعطيه عين ابو رباح، اعطيه عين. ها تبغاها فيك ولا في الارنب؟ في الارنب. لا ابو رباح سمعني. بكره في زوم نواف عقاب، بكره في زوم. احذف على ماجد. ليش ماسك الارنب؟ تكفى. لا لا ايوه نظور انت. تكلم عن العين. تبغاها فيك كله في الارنب؟ اجلس. يا ابو رباح تبغاها فيك؟ خليني بعلمك، خليني ما اخلص سالفتي انا. انتم الله يجزاكم خير. اسلم اسلم. انا اللي بقول، انا اللي بقول الواحد يتوكل على الله سبحانه. معي؟ يعني أنت الآن يجيك واحد يقول لك تبغاها في الكفر ولا في ذا؟ أنت كذا، أنت يوم تيجيك واحد يقول زي كذا وش يدخلك؟ تقول هذا بيدك كن فيكون، بعيداً عن إن شاء الله. ولكن أنت يوم تيجي واحد يقول لك هذا، يعني هذا بيدك كل شيء، هذا أبغى أجيه أقول بالله أبغاك تعطي مصرف الفلاني كذا، أبغاك تعطي رجل أعمال الفلاني، أبغاك تعطي الدكتور الفلاني، أبغاك تعطي دقيقة بس يا أبو محمد، أبغاك تعطي رئيس الدولة الفلاني، أبغاك تسوي زي كذا. هذه كلها يا أخوان أنتم كبار ومتعلمين فاهمين. خلني بكمل لك موضوعي بعدها أكمل. ما فهم، ما فهم أبو أربعة. عين حق واعجبه هالشيء ما ذكر الله يخرب. طيب أنا بكمل يا أخوان، أنا بعطيكم وجهة نظري بعدين كملوا يا أخوان احتراما للحديث. أنتم الحين أنا سكتها وحكي وعرضت كلكم. طيب أنا قال أسكت تحكون أنتم. أسلم يا محمد. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. تعوذ من ابليس. يعني انت فيك مخ مو للرجل ذولا؟ يعني انت فيك شيء مو فيهم؟ لا 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 في فرق. ايش اقول لا اله؟ في فرق بين الساحر. اقول لا اله. في فرق بين الساحر، في فرق بين راعي العين. هذا ساحر اللي تقول سو كذا سو كذا. وهذا طال عمرك. انت الحين رحت منحنه ثانيه الله يجزاك خير. لا لا انت جبت منحنه ثانيه. تقول ساحر. كيف احط موتر كرنج؟ هو يقول انت تبغاها بالكفر ولا بالكبوت؟ هذا عين عين. تصيب الشيء تصيب. طيب هذا بيده كل شيء ذا. منو؟ لا تصيبه تصيب. يا اخي ذي عين يا اخي ما بيقدر كل شيء. ذي عين يقدر يحرورك كسرك. وينه طيب؟ خليه يكسر هالعالم. في رجال عارفه من الجماعه. في رجال عارفه من الجماعه. حرك ورجال حرك. الحين مستشل له 13 سنه على الكرسي. حتى لو قرأت اذكاري؟ ولو لا هو لا قرأت اذكار كم بعد الله ما جاك. طيب انا ايش قاعد اقول لك؟ انت ما قلتها. انا اقول اقرا اذكارك. لا اخي عين. لا لا ما فهمت كيف فهمت انا شيلت. اقول اقرا اذكارك وتوكل على الله وبعد لكل حادث حديث ما عليك من احد. خلاص كذا موضوع. هذا اللي انا اقوله. طيب إيه انا قاعد اقول زي كذا. انا اقول لك وش قاعد اقول لك؟ اقول لك من توكل على الله فهو حسبه. كلام. طيب إيه انا ايش قاعد اقول؟ لو اجتمع الانس والجن على ان يضروك ما راح يضرك الا كاتب لك. انا اقول لك ضعف ايماني اللي يجيك يقول لك انا زي كذا هذا ضعيف في الايمان. انا اقول لك توكل على الله واقرا اذكارك وكل شيء بيد الله سبحانه. لكني انا اقلق واربط مشيتي وقدري وكل شيء بيد فلان. لا لا ان هني بيعطيني عين واللي بيعطيني ذا. لا معلش تبغى اقرب شيء ابو رباح؟ هذا اللي في يدي عين.